قبل ما اسرد لحضراتكم مجموعة صور حقيقة عن شغب الجماهير السنغالية، جات لي من أصدقاء ليا مصريين في داكار، بعتوها لي مرفقة بالأخبار اللي نازلة عشان نعرف أن هذا الجمهور معتاد على هذا الإرهاب، يعني مش حاجة جديدة اللي عملوه، ما هوش حاجة جديدة. دي عندي بعض اللقطات الحصرية جدا جدا هعرضها لحضراتكم، بس خلينا الأول نروح بسرعة مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمتحدث الرسمي من قطر، تحدث عن الشكوى اللي احنا قدمناها وماذا عن كونغرس الغد. هو الحقيقه النهارده ده اجتماع الكونجرس بتاع الفيفا، ده الاجتماع السنوي للجمعيه العموميه للفيفا، ما لهاش علاقه خالص بموضوع ماتش السنغال، وموجود فيه وفد من الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ جمال علام وكابتن حازم امام وكابتن عامر حسين وانا معاهم. ده لحضور الكونجرس بتاع الفيفا. على هامش بقى الاجتماعات احنا بنستغل الفرصه ان احنا نقابل المسؤولين سواء في الاتحاد الدولي او في الاتحاد الافريقي لشرح وجهة نظر الاتحاد المصري من وجهة نظر بقى زي ما بيقولوا وجها لوجه، بدل ما احنا كنا بنبعته ورق وصور ومستندات وحاجات زي كده، فيبقى اكتر اللي حصل او الاجواء اللي كانت موجودة في السنغال خلال مباراة مصر والسنغال الاخيرة. وطبعا لما بتتكلم وتشرح غير لما بيبقى ورق وصور وحاجات زي كده بس، والناس تفهمت جدا. وأنا مش عايز أقول لك هم قد إيه بيقولوا مصر لو موجودة في كأس العالم هتفرق كتير جدا مع كأس العالم، وده كلامهم والله، مش إحنا بنبالغ يعني. فنتمنى إن شاء الله ربنا يعني يلهمهم الصواب وياخدوا قرار مظبوط ان شاء الله. لا هي يعني الحاجات دي بتبقى ما فيهاش توقع، احنا قدمنا كل مستنداتنا، صور فيديوهات، كل الاحداث كانت مسجله، وناس كتير قوي تعاونت معانا في الموضوع ده، حتى افراد جماهير عاديه تعاونت معانا وبعتت لنا حاجات، وكل ده ضمناه في شكوانا للفيفا. احنا بعتنا كل الناس، الفيفا والكاف ولجنه الانضباط سواء في الكاف او في الاتحاد الدولي، ومنتظرين القرار ان شاء الله يا رب يعني منتظرين. بص، هو مجلس اداره الاتحاد كان موجود في السنغال مع المنتخب الوطني في مباراته الاخيره، ورجعوا يا دوب الصبح، كنا بالليل في قطر لحضور المؤتمر والاستفاده من وجود كل الشخصيات المسؤوله في الاتحاد الدولي في هذا المؤتمر او في هذا الاجتماع. فما فيش اجتماع مجلس اداره تم، ما فيش قرارات اتخذت لسه، فان شاء الله بس بعد العوده باذن الله هيجتمع مجلس الاداره وياخدوا قرارات ونعلنها ان شاء الله. لا النهارده ما تقدمش حاجه، النهارده كان مجرد شرح لما قدم. احنا قدمنا الشكوى او عملنا اول شكوى، لان هما اتنين، هما شكوتين، كان قبل بدايه المباراه. يعني قبل بدايه المباراه بعت ايميل رسمي لكل الناس المسؤوله بالاحداث اللي كانت بتحصل، ويمكن احنا نزلنا بيان بهذا الموضوع اثناء المباراه، ان احنا كنا كل الحاجات اللي حصلت معانا وتلاحظت وجودها قبل بدايه المباراه احنا سجلناها وبعتناها لكل الادارات المعنيه سواء في الفيفا او في الكاف، وبعد المباراه كملناها بما تم اثناء المباراه وما بعد المباراه كمان.